مازالوا قبل المباراة مع تفرق زينة، كيف هو فريق الشبيبة من الناحية المعنوية؟ هل هو مستعد باش إن شاء الله يولي بتأشيرة التأهل؟ إن شاء الله إن شاء الله. صباح الخير، صباح الخير الجزائر، الجزائر كاملة. مو إحنا خدمنا شوية هنا تحت تحت السخانة، مي مو أنا خبر باللي تكون الربعة هكذاك السخانة تطيح تطيح شوية، وإن شاء الله نديروا نتيجة باهية. مو ليفيكتيف تاعنا شوية ريدوي، احنا خايفين جيس من بليسير ولا كارتون جون، تعرف كيفاش يصرا في كي نكونو ديبلاسمون. لا بعرف صبا ريال الى ريكيبيري نورمالمون يقدر يلعب، باش كنا خايفين كان عنده ظهر يوجو، مي بون ان شاء الله يكون غير الخير من بين البرق حتى الربع العشية. يعني سي رشيد، يعني الفريق تاع شبيبة القبائل اليوم ما راحش يكون عنده 18 لاعب؟ نو، عندنا 16، في 16 عندنا طبعا ثلاثة جارديان، عندنا برشا لعبة بليسي، في كاينين مثلا يخدم عفير بيرسونيل. هو احنا يحيى الشريف دار دوز انترانمون هنا معنا لاخاطر كان كاين تكنولوجي، و البارح الصباح نعتمد كمان باللي نقدروا نحسبوا في ليفيكتيف تاعنا، ونكون ان شاء الله يكون من ناحيه الربعه في كامبيون دو ريكيبيراسيون باش نبدو كونتي سور لو اللي كان نفاقوا 100%. فوالا، مي دو توت فاسون في في التيرا كي نبداو نبداو 11، بون 11 هادو ان شاء الله يديروا النتيجه باهية باش باش ما نكونوش حاطين بعد يفاقنا نبدلوا نبدلوا كامل كومون لو ديسبوزيتيف. وحنا مركزين نلعبوا هذاك ديسبوزيتيف ان شاء الله لي ديسبوزيتيف هذا لي شوار كي يقدروا يابليكيو كيما داروا مع نوار ان شاء الله. سي بالحوت، نقدروا نعرفوا شكون هما ال11 اللي راح تلعب بهم اليوم العشيه ان شاء الله؟ لا ديفونس نورمالمون رماش ادروات وسالا غوش بيدون لاكس برشيش ريال، ولي كان ريال سافا با دي تو سي زيتي كي يلعب ريال سنترال، وفي في الوسط في الوسط اسمه دويشير مع سعيدي بور لا ريكيبيراسيون، و لاتاك عندنا تجار اون اورغينيزاتور، وفي ثلاثة اتاكون يونس علاوي نسخ. نعم، علاوي ونساخ. بالنسبة للفريق تفرق زينة الموريتاني سي رشيد، يعني بزاف الجزائريين كانوا يستناو في لقاء الذهب في تيزي وزو الشبيبة يعني تفوز بسهولة، لأنه فريق ماهوش معروف كثير، لكن فاجأكم يعني وربحتوا بواحد فقط. الآن هل عندك فكرة يعني كبيرة على هذا النادي وجدت باش إن شاء الله ترجع بالتأهل من موريتانيا؟ ان شاء الله ان شاء الله. عندنا غرب اللي الناس كامل يقولوا واو تتصور ما كانش ما كانش فوتبول في موريتانيا وكلاش، بس هما كانوا ربحوا ربحوا في ريال دو باماكو. ريال دو باماكو معروف كمان بسبب دير باللي باللي كمان عندهم لعبة يقدروا يديروا حاجة حاجة في البلاد تاعهم. يسخنا حنا من يبدا الماتش يخلوا ندخلوا ديريكت، ما نخليهمش يعني باش يديروا لنا المشاكل ولا يكونوا بلوس موتيفي علينا، لكن احنا لما ندخلوا سون موتيفاسيون الوغ اون غادي ديفيكولتي. عرفتش احنا مولفين بلدان العرب ديما يقولوا باللي لي بي موريتانيا مالاوي وهذوك الجدد في الفوتبول، مي شاتين ينعتوا ينعتوا روحهم يسقم احنا ما نخليهمش ينعتوا اللعبه تاعهم. نعم، هنا
وهنا سامحني كاينين برشا بزاف لي جوار الجيريان وقاموا بينا وجاو تونا وكثر خيرهم. وكاينين تنتيك تونسة جاو شافوني تلاقيت مع صحابي كان يقراو معايا في بلجيك. حاجه باهيه يعني. تنتظر يكونوا شويه انصار اليوم الشبيبه في الملعب، كاين شويه جزائريه راح يناصروا الفريق. قلت لك كاين واحد ضغط لهم جاو قدامي، انا تلاقيت مع صحابي نعرفهم. قالوا كاين واحد 200 هنا 200 جزائريه عايشين هنا في موريتانيا. في موريتانيا كاينين توانسه، كاينين بزاف توانسه ومغاربه. نعم. هم شاكين يجيو الماتش ان شاء الله نفرحوهم ان شاء الله. فقط يعني بالنسبه للملعب الارضيه تاع التيران يعني مليح يساعد الفريق على اللعب؟ بون تيران بارتون، تيران بارتون بون ماهوش فازد بون تيران بارتون سي بارتون مي كومان ماهوش فازد كومون تقول بلي هو جديد التيران تاعهم جديد ما نقولوش يعني بون انا شديت بارتون ديما نشمخوه مي النخبه ما نقدروش يشمخوه مي تتصون فو جوي دوسي مي نعم قربنا خطرتين فيها باش نوقفوا في الجازون تاعهم. ماشي انا نقول لك صح تتاخر من تاعنا في تيزي وزو. نعم شكرا جزيلا سي رشيد بالحوت، نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله ترجع بالتاهل من موريتانيا.